برافو. باين مزيان. شكون غادي؟ الله يرحم الوالدين. صبر. واصلة. شحال تما؟ 27. داخلة كاع 27 هي. شتو شتو؟ 27. جوج ملايين. عنده كيلو و 144 غرام. كل ما يجري صحتكم صحة وراحة إن شاء الله في المسابقة الجاية إن شاء الله تحية. السلام عليكم الرياض ديالنا، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه المقدمه هذه درتها في الدار عندي، لقيت بان المقدمه اللي كنت درت في الكوستا ديال هذا الفيديو هذا بالضبط اللي غادي نلوح دابا، لقيت فيها مشكل يعني في الصوت. كنت برونشيت واحد الميكرو مع التليفون وما خدمش، يعني كانت الصوره ولكن الصوت ما كانش. وملي نعاود هاد المقدمة هنا في الدار معرف ما كاينش مشكل، باش نعرف يعني نحاول نقربكم من الخلاصة ديال هاد الفيديو. هاد الفيديو الإخوان عبارة على واحد مسابقة داخلية ديال الجمعية ديالنا لفئة الرياض المنخرطي. هاد المسابقة هادي عبارة على واحد الدوري داخلي كنظمو الجمعية ديالنا كل سنة. هادي الجولة الأولى في هاد السنة، هادي سنة 2024. عرفت الجولة هذه مشاركة مهمة من المنخرطين ديال الجمعية، وعرفت واحد التنافسية كبيرة بين المنخرطين رغم قلة الأسماء. كان واحد لي كونديسيون يعني ديال البحر اللي كان صعاب شوية، كان المام كلاسي ديال بصح، وكان البحر ميت يعني ما كانش كيتحرك كاع بزاف، يعني كانت على ما أظن 0.8 يعني في الموجة، وكان الكورونا مع شي 6 ولا ما عقلش. يعني كيف كتعرفوا الكورسه ديال اكادير كتبغي دائما الموجه، كتبغي البحر يكون محرك يعني باش تكون الاكتيفيتي ديال الحوت مزيان. مع ذلك يعني هذا ماشي اعذار، خص الرئيسي يعني يتاقلم مع جميع الاحوال، يعني خصو يستعمل لي تكنيك اللي هو كيعرفو، يبدل لي مونتاج، يبدل الطعوب، حتى يشد الحوت. عندك واحد المده يعني في المسابقه 4 السوايع 5 السوايع خصك تستغلها، خصك تشد الحوت باش ما كان. هذا ما كان يعني بالنسبه لهذه المقدمه. بالنسبه يعني علاش كندير هذه الفيديوهات بالنسبه للمسابقه، كيف كتعرفوا يعني الاغلبيه ديال الفيديوهات اللي كنديرهم يعني عباره عن رحلات الصيد وهذا، ولكن مره كنلوح فيديوهات ديال المسابقات بحال هكا باش نحاول نقرب الرياض من هاد من هاد من هاد الرياضه، لان اغلبيه الا ما قلتش بزاف ديال الرياض اليوم كيزاولوا هاد الهوايه، ما عارفينش بانها ولات رياضه الصيد بالقصابه. يعني ولات عندنا الحمد لله مؤخرا في هاد السنه هادي سنه 2024 تاسست الجامعه، يعني الجامعه ديال الصيد الرياضي الشاطئ، يعني تطورت هذه الهوايه بواحد الشكل كبير في بلادنا ما شاء الله، وكنتمنوا انها تزيد تطور باش نلتحقوا بالركب، لان يعني كاينين بلدان اللي هما سبقونا في هذا المجال هذا، يعني الناس اسسوا جامعه ديالهم من سنوات، عندهم منتخب ديالهم، كيديروا بطولات، كيديروا مسابقات، يعني بزاف ديال باش اونصو علينا حتى حنا كنديرو، ولكن دابا يعني ولات بواحد الشكل اللي هو غادي يكون ان شاء الله يعني بشكل يعني متطور بزاف، وغادي يكون بواحد الشكل اللي هو احترافي. داكشي علاش كنحاول ندير هاد الفيديوهات، نحاول نقربكم من المسابقات، الاجواء ديال المسابقات، حيت الفيديو اللي لحقت قبل من هذا كنظن في 2022 كان واحد التفاعل مهم، وبزاف ديال الناس كيسولوا على هذا الشيء هذا، ما كانوش عارفين بانه راه ماشي غير هوايه، يعني كتهز لك الصباط ديالك وكتمشي كتصطاد، هي كاين هذا الجانب هذا، وكاين حتى الجانب اللي هو الجانب ديال المسابقات، الجانب ديال سميتو يعني غنوليو نهضروا على منتخب، غنوليو نهضروا على بطوله كتنظم بين الرياض بين المدن بين
يعني غادي يكون واحد التطور كبير في هذا المجال هذا. وهذا ما كان الاخوان، خليكم معنا، ما بغيتش نطول عليكم في هذه المقدمه هذه، خليكم تكتشفوا الاجواء ديال المسابقه. تحياتي واحتراماتي لكم، السلام عليكم. الرياض ديالنا كيجري قدام سير سير هازي شعاش قونتيكو عاجبهم الحال. الاول برافو هنا الاخوان هادو الصوره ديال المتسابقين، كل رئيس غيكون عنده الصوره ديالو بالرقم ديالو اللي عنده في سميتو. كتشوفوا تقريبا كاينين 19 مشارك، 19 مشارك هنا لجنة التحكيم. بارك الله على لجنة التحكيم. السمية ديالي يونس بن محمد، ديروا معايا مزيان ان شاء الله. ديروا الفرع انت شوف تحت البلاصه، شد 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 تحت صافي. هنا هنا صافي سير مزيان، صافي ديروا معايا مزيان. الله يرحم الوالدين. سعيد ورشيد بلوكي ونطلق لهم. انا الرئيس ديالنا الله يكثر فيه سعيد. تحياتي هادو ديال هنا كاينين السميات ديال المتسابقين، غيعيطوا بالنماري ياك. كل متسابق غادي شوفوا النمره اللي عندي، المهم غادي نصور لكم كلشي ان شاء الله. وهادو درناهو على حساب الحوت، يعني دير فيه الحوت اللي عندك وتعمرو بالماء باش يبقى الحوت حي خصوصا الصغير. قريب ان شاء الله غادي يكون انطلاقه الاخوان. يعني دابا الدراري كيقادو الاماكن ديال المتسابقين، تسناو شويه تقرب تطيح الشمس، بقات لي واحد تقريبا واحد ساعه هاد المكانة، وان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله. السلام عليكم الرئيس. على السلامه. لاباس عليك الرئيس. سلمك بارك الله فيك. السلام عليكم خيرين. رئيس مهدي الكاتب العام ديال الجمعيه، غيهضر لنا شويه على هذه المسابقه هذه. السلام عليكم. اليوم الرابع من شهر ماي 2024، كنعيشوا الجوله الاولى من دوري اكادير سوف كاسين الصيد الرياضي الشاطئي والرمي مسافه. هذا الدوري هذا كيضم ثلاثه ديال الجولات، الجوله الاولى في الصيد الشاطئي وهي اللي كنعيشوا حاليا، الجوله الثانيه في رمي الثقل، والجوله الثالثه في الصيد الشاطئي كذلك. قانون الدوري هو مجموع ثلاث ديال الجولات كيتجمعوا النقاط ديالهم، يعني في الجولة الأولى كنجمعوا النقاط المحصل عليها ديال الأسماك أو زال الأسماك، وفي الجولة الثانية كنجمعوا النقاط المحصل عليها عدد الأمتار اللي كيلونسيو المتسابقين، هي كتكون في اللونسي
والجولة الثالثة كذلك في الصيد الشاطئي راه كنجمعوا النقط ديال المتسابقين. نجمعوا النقط الى تجمعوا يعني ثلاثة الجولات يعني واش عندهم يعني ثلاثة ديال الجولات. اولا كل جولة كيتجمعوا النقاط ديالها وفيها الفائزين في الجولة. باش الى تعذر على شي متسابق ما شاركش في واحد الجولة كيكون عنده حظوظ في الجولة الثانية والجولة الثالثة. يعني كل جولة كيكون فيها بوديوم، كيكونوا فيها ثلاثة ديال الفائزين، الجوائز ديالهم، ميداليات ديالهم، شواهد ديالهم. الجولة الثانية كذلك، الجولة الثالثة كذلك، وفي آخر الدوري كيكونوا ثلاث فائزين. هاد الثلاث فائزين هما اللي كتكون عندهم الأسبقية لتمثيل الجمعية في المسابقات الوطنية وفي الدولية. حاليا تم تأسيس ديال الجامعة المغربية للصيد بالقصبة، يعني الجامعة هي اللي غادي تتكلف بالتمثيلية الدولية، يعني البطولة الوطنية. يعني اللي فهمت السيم هادي هاد الثلاثة هادو غيمشيو غيمثلوا الجمعية مؤهلين وطنيا يعني مع وطنيا ومن ثم كيتأسس المنتخب اللي غيمثل المغرب إن شاء الله الدولية. إن شاء الله هذه هي الخطة اللي غادي تكون وكنتمنوا حظ سعيد لجميع المتسابقين وكل ما يغان ان شاء الله. شكرا بزاف. هذا ما قال السميات اللي غادي يطلعوا غادي يطلعوا على حساب الارقام لان قرعه فيها الاسماء ديال المتسابقين. اذا بالنسبه للمركز رقم واحد محمد الصحيح ندوزو المركز رقم زوج أحمد فروحي تلاقاو مازال مازالش. المركز رقم ثلاثة أسامة سعيد مبروك بزاف. أسامة سعيد غادي يسمع السطور رقم ثلاثة. يلا أسامة ثلاثة. المركز رقم أربعة سعيد وبسان. سعيد وبسان رقم أربعة. المركز رقم خمسة رقم خمسة هادي الاخوان الواحد ديال السطل ديالو يلتحق بالاماكن مخصصة. بون شونس، الله يوفق الجميع. انا وصلت الاخوان بلاصة ديالي، هادي هي لا ميزون بلاص. نسيت البيرش الاخوان، دوماج. بالنسبة للمونتاج اللي غادي نخدم به هو هذا. عندك الترقيعة الاولى كتشوفو فيها تقريبا واحد 80 سنتيم، هي هادي الترقيعة ديال 26 مع كاينة الصفاوة.
الباضلين ديال 50 فليو كاربون، مونتاج ديالنا كوليس. عندنا الترقيعه الثانيه اللي هي هذه، حتى هي فيها واحد 50 سنتيم، والاخرى حتى هي فيها واحد 50 سنتيم، يعني 3 امبيل. والبيراميد نجرب البيراميد الى زقا. عندي مشكل واحد اللي عندي في البوست ديالي، جيت اون فاس مع واحد القادوس كتبان لكم واحد الحديده هنا كحله، هذاك راه قادوس هذاك، يعني البحر جاي كيدفع الى عمر عليه البحر غادي يكون عندي مشكل. بالاضافه كاين واحد الظهر هنا، انا غير كنقول لكم هادو ماشي اعذار، ولكن غادي ندير جميع محاولات باش انني ان شاء الله يكون خير. بالنسبه للبيرسال اللي سيتها درت هذه الطريقه هذه، وليت كنعلقهم غير في الكرسي بحال هكا. كتعرفوا مسابقه كتبغي لا رابيديتي و سميتو ليفيكاسيتي، يعني انت ملونسي خصك طعام المونتاج الثاني والثالث. انا غندير غير جوج سكور واحد ملونسي، حيت على حساب الكرسي شي باش مزيان البيرسال غدير فيه بزاف. المونتاج الثاني هو هذا، حتى هو 3 زومبين، نفس المونتاج. هادو كنحاول انني نسيب يوم البحر بالمونتاجات هادو، ونشوف الحوت فين واكل، وديك الساعه نخدم على المونتاج اللي غادي يكون افيكاس. تحياتي واحتراماتي لكم. بالنسبه للطعم، اييه قبل ما ننسى الطعم اللي عند الاخوان، عندي هاد الدويده هادي، الدويده هادي معروفه كتكون في ابو زروق وكون جهه الحجر. عندي البوخو، عندي كوتو حي، لا مازال حي، مع جبتو من فليكو باقي عايش، شتو باقي عايش. وعندي عرقشة، هي هادي عرقشة الرمل. بسم الله على بركة الله، نبداو نطعمو. تقريبا باقي في الحساب 20 دقيقة باش يلونسي صفر الحكم. شناهي تنصيب طعمها اللي هي حية، يعني باقي يعني لما ما ضربتش عليها الحوت كن على يقين انه ما كاينش. بسم الله، ما بغيتش ندير كوتو كامل، خديت غير هاد الفول اللسان ديالو، عندنا صنانر صغار. هادو تستهدف بهم جميع انواع الحوت، غير هو الا كان الحوت بحال الحوت ديال الكيلو ولا هذا، مشكل غيكون غيشدوه، ولكن غادي يكون بلع، يعني غادي يلقى اشكال في هاد الجانب هذا. حاولتش انني كثر الطعمه غير شويه، بحال هكا. الصناره ديالنا ها هي، الطعيمه ديالنا ها هي، هذه الاولى. اخوان المسابقه انطلقت على بركه الله. نعم سير سير، بسم الله على بركه الله، يلاه على المونتاج ديالي. مسائل العمارة ديال 30 الاخوان، بغيت نصور لكم اجواء مع هذا الغروب، رائع رائع، جو زين تبارك الله. الرياض ديالنا هما كل واحد مقابل القصب ديالو، مع القصبة ديالي انا تسنات غير تحرك غير شويه تجمع. ايوا الله عليك يا رب، على بركة الله. غير الريوس محال، واش فايت هذه 15 سنتيم.
ستكون وصلة 15 سنتي باش تحسب. يلا الحكم سربيك سربيك باش نرجع الماء شوفوا واش وصلة 15 سنتي. لا 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 الرص الرص صح سير سير قسي امك سير سير برصاي وصلة فايتة قاعدة نشوفها 17 دخل 16 شتو يعني بحسوبها هادي غتحط في الصندوق واخا بلعات غتحط باش تعبر ايه كاينه لاكر شوف شوف شتي هذيك لاكر بار البحر هذيك سميتو القملة القملة البحر شو الاخوان حيت عقد شويه واخا هكاك ما بارد البلاصه اخرى كنظنو كاين تكون دايزة رشيد رشيد اه واحد السنسرة السنسرة خليك خليك لا مع عزيز اه يكون بغا يكون فايت بلاتي بلاتي خليك هرا 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 براسي بلاتي انا نجي لهنا نحيدو من السنارة هو اوب لا غيكون فايت فايت هذا كبر من الاخر بشوية شتي اها 16 شتي 16 تا هو سبحان الله نفس الكاليب اللهم يسير حتى الاخوان كاين هذا الكاليب اللي كاين الاخوان السمسار نشوف دابا هادي هادي في الشك هادي محال واش وصلها 15 سنتيم نجي نحطها هنا ولا تنظر الحكم يجي عندي هادي غادي نلونسي على برا غنشوف على الله الا كاين ابلغ على برا ولا شي حوت كون شويه وافي اي خاصها شويه طحرم خاصها شويه هادي زي 14 هادي صوره باش نرجع لبا جاتني هنا الرياس الله يكونوا جوج بان ليا بحال جوج جوج واقيلا ولكن هاد السمسار كلهم بلا صغير بزاف هادو ما دايزينش 100% ما دايزينش بلا غديري ليه 25 سنتيم هانتوما التانية هانشوفو على الله الاولى الثاني ولكن راه ما دايزينش ابلغ مشكله ديري ليه عبر طويل اجا السي رشيد على الله حط حط مرت شتي
صحيح توصل عرفتي فين كاين 25 سنتيم واش كنتي الاول الثاني هو 20 سنتيم نوماج انا نخليهم هنا المونسي هادي بلا غينيال بلا عندك الم يس الله تكون دايزه الله يا ربي يا ربي الله يبارك يا ربي تكون دايزه راه مشكله الغريم اللي داروا الدراري الله الله شد شد وي وصله شحال وصله سير صبر 26 لكن 26 تما وصله عند هاد الشوكه هادي ما بغيتش صبر وصلة شحال تما 27 داخلة كاع 27 هي شتو شتو عرفتي شحال راه قهرني انا بحال هذا بلا الصغير اللي ما وصلش عرفتي شحال من هضر الضيط كنت تحسبوا هادوك راه العبار غادي وليت خدام على الحوت الصغير حيت هو اللي كاين الماء بارد الله تكون دايزه واقيلا بلا تا رشيد راه كاع مفرش هنا سميتو مع نسيت انا اجي لهجي يا رشيد هيا تا كوبا صغير اجي لهنا غير اجي دور من مورا هادي لا من مورا هادي تما عامر بالخيوط الله انت اللي تسمح لينا دايزة بالزجرة هاهي شتي 18 سنتيم اللهم بارك امين يا ربي تيسر في هاد الحبة هادي الإخوان راه جرة زوينة يا ربي تيسر فيها سنترات مع على أساس عندي السنانر شوية صغار ماشي شوية أصغر نيت كنخدمها الإخوان بنمرة 6 في الغالب وفي حالة كان الحوت صغير بزاف كنزيد النقص هذه الإخوان غالبا تكون تكبا والله أعلم الطريقة باش جرب الإخوان بالنسبة للمسابقات غنجر دابا هادي ونهضر شوية على المسابقة كنت ديجا هضرت على هاد المسألة هادي بالنسبة للمسابقات راه ماشي بحال الصيادة العادية تجي صيد عادي لونسي وتسنى لا مسابقات عندك السرعة عندك واحد 4 سوايع 5 سوايع خصك تستغلها يعني تشد فيها أكبر عدد من الحوت يعني خصك تكون مجد بزاف ديال لي مونتاج باش غير تلونسي المونتاج الأولاني طعم الثاني وطعم الثالث وسميتو وتسنى واحد ربع ساعة منين تلونسي الأول عاود جمع واخا ما يضربش عليك الحوت عاود نسم هذيك البلاصة اللي كتلونسي ليها تقدر تكون لونسي ديال واحد البلاصة ما فيهاش الحوت عاود جمع لونسي عاود ثاني أكثر من ديك المسافة ولا أقل منها وشوف الحوت فين واكل واش برا واش لداخل وبقى تجرب السنانر بقى تجرب يعني مسابقة تجربة يعني كتجرب حتى كطيح على الحوت شنو باغي هذا غير واقيلا أبلغ الإخوان محال واش ديز مير لا محال كنظن كانت فيه لا ما كانتش فيه
لا كانت فيه حبه اخرى ولكن دوماج ما شدتش بلا صغير ما دايش هذا ولا بوشه وكذا دقيقه بلا لا كانت فيه وحده ودي وقيل على ما اظن كانت فيه شي وحده زوينه مع واحد الجره عجبتني الجره زوين لا ما دايش كنظن ما دايش في سيدي 20 أبلا أوه غريب لينا الحفلة مسابقة هانتوما الحصيلة السمسار أغلبية الأغلبية الشي اللي يضرب كان ضمن الرئيس عزيز هو الأول ضرب شي جوج بياسات زوينين واحد تكبر ديال 800 غرام وشي شرغوم راسفي وبحال هادو عاد قالوا لي كاينين شي دراري أخي المهم إن شاء الله نصور لكم الحصائل ديال الدراري الحوت راه ما كاينش الإخوان المبار والكلاصي والماميت يعني كتوقع بحالك كوسط مزيانه باش تعلموني تحكيو كيفاش الناس 18 سنتيم 18 و دايز هذا دير ليه مزيان هنا هذا عيد اول متسابق محمد الصحيح 150 بزوينه
غتكون فيها واحد 400 400 درهم. اه مسكلتها ب 20 غرام. عليك بارك الله 138 7000 38 غرام. احيد ياسين ياسين راه ما بغيناش نغطيو على تما احيد اهي باش ما نعمروش هذيك البلاصه. الرئيس اسامه متسابق التالي بارك الله. ديال السماء وبحال ديالي غادي نضحك عليه. متسابق الرابع سعيد وبسان. وبسان تمية نيشان مبغاش عرفت كيف تمية تمية واسين تمية واسين تمية واسين تمية واسين حكلي ما وافيش للعبة نديرو فهاد السطور باش يبقى ديما حي ويرجع للبحر. راه ياسين لا لا خويا فاهم يلاه سير تعيش. السلامة ترتيب نهائي شوري سي عزيز هو هذا الصحة والراحة إخوة الفائزين صحتهم إخوان الآن نهاية المسابقة وتتويج الفائزين. هذو هما الجوائز مقدمة هذيك الجائزة الأولى فيها بيرشا معها هاد البطاط ديالها. الجائزة الثانية الصندوق ميتشيل ميتشيل. الجائزة الثالثة هاد السويك هذا ديال طاليكونال دير فيه الحوت ديال. الآن مع تقديم فائزين للفائزين في الدورة الأولى الرتبة الثالثة إبراهيم العسري. ويس إبراهيم ويس إبراهيم سبقات الإخوان
والآن نمر للرتبة الثانية والفائز هشام السرقادي. هشام ويقدم له إبراهيم ميمي مصطفى ميمي عفوا سبيقات على رأس هشام سبيقات الإخوان يلا والمرتبة الأولى والرأس للرئيس عزيز وزير عزيز ويقدم له سعيد جندل سفقت الإخوان سفقت سبق الجيل إن شاء الله تحياتي لكم سلام وعليكم السلام.